السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين، طاب مساؤكم. أهلا بكم في حصة جديدة من حصص قالت الصحف في نهار اليوم الموافق لثلاثة سبتمبر 2016، اليوم السبت. طبعا نبدأ جولتنا بجريدة النصر الناطقة بالعربية. الجزائر تقف حاجزا أمام توسع داعش بشمال إفريقيا. الموقع الأمريكي سيفر بريف المختص في المسائل الأمنية يؤكد. وتسوية كافة طلبات التقاعد النسبي نهاية أوت 2017 في نفس الجريدة. عنوان أصغر لكنه في الأعلى، وزير العدل ينفي توقيف متورطين في مقتل الطفلة نهال، ويكشف القضاء ينتظر شكوى رسمية للتحقيق في قضية دنيا بارك. نذهب إلى آخر ساعة. حظر التوقف العشوائي أمام المدارس وعناصر أمنية راجلة ومتنقلة لحماية التلاميذ من الاعتداءات. دائما في آخر ساعة. أكدت إدانة 15 شخصا من المتورطين بالغش في بكالوريا 2016 بن غبريط، تقول قطاع التربية غير معني بإشكالية التقاعد النسبي، وتعيين الأساتذة يكون على أساس الاستحقاقات. في نفس الجريدة، عمال الخزينة العمومية يلتحقون بمناصبهم لصرف رواتب الوظيف العمومي. نذهب إلى جريدة البلاد. بالبند العريض أكبر عنوان، أسعار الأضاحي تتهاوى. الموالون يؤكدون مشكلتنا مع دواوين توزيع الحبوب ونقاط بيع المواشي الرسمية لا حدث. حيث وصل سعر الكبش الواحد إلى حدود 20,000 دينار جزائري بسبب كثرة العرض. والجزائر تقف سدا ضد انتشار داعش في المنطقة، هذا نفس الموقع الأمريكي. وروى لا أعيدكم بكان 2017 لأن إفريقيا ليست أوروبا. والشرطة ستعود للملاعب بداية من الجولة الثالثة. نذهب إلى الخبر. العنف يكلف الجزائر 45 مليار دولار في سنة 2016 حسب مؤشر السلام العالمي. وعجز في إنجاز المؤسسات التربوية وارتفاع في عدد التلاميذ، انطلاق تدريس الجيل الثاني لجيل الاكتظاظ. وحكومة سلال في مهب الرياح الكبرى، حيث مشروع دنيا بارك يربك الوزارة الأولى. في الخبر دائما، 74 حاجا جزائريا يتعرضون للاحتيال. نذهب إلى جريدة الحياة، حيث عنونت بالبند العريض الجيش الوطني يقهر داعش. وداعش لم ينجح يوما في وضع قدميه بالجزائر. الوزير جرين يصرح، نصوص دفتر الشروط ستؤطر القنوات الخاصة للتعبير عن احترافيتها. في نفس الجريدة، لوح الشروع في تطبيق مخطط الإنذار الوطني لمكافحة ظاهرة اختطاف الأطفال. نذهب إلى جريدة الحوار، وبوادر فشل حج الكرامة. وكالة سياحية تبهدل 47 حاجا جزائريا. وحملة انتخابية مسبقة تنطلق من البرلمان غدا. نذهب إلى الجرائد الناطقة باللغة الفرنسية، نستهلها بجريدة لوريزون. ريوسير نوتخ ميو ايكونوميك اي فيتال لا فيزيت دو بروميي مينيستر سعيدة. Liberté, le pari impossible de Sellal. Seuil minimum de 100 milliards de dollars de réserve de change d'ici à 2019. Et on finit avec le soir d'Algérie. Forte baisse des prix du pétrole. Les cours du pétrole ont baissé fortement. Et première sortie de Bouteflika sur le terrain depuis 4 ans. Il va bientôt inaugurer le nouveau palais des nations. أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين. كانت هذه أهم العناوين للصحافة اليوم. معي عبد الغني بقيروس كاتب وصحفي من الجزائر لقراءة أهم هذه العناوين. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الغني. أهلا بك أستاذ عبد الغني وجميع مشاهدي ومستمعي قناة المغربية. اسمح لي أستاذ عبد الغني، إذا بدأت بعنوان لا أجده في الصحف الجزائرية سواء الناطقة بالعربية أو الفرنسية، اليوم رانا 3 سبتمبر،
2016 الموافق ل 3 سبتمبر 1964 إعدام محمد شعباني وجه معروف الثورة الجزائرية العقيد محمد شعباني. لماذا غاب هذا الخبر عن الحدث؟ الحقيقة أستاذ عبد الغني تاريخ الجزائر الحديث ما بعد الاستقلال فيه الكثير من الألغام وفيه الكثير من الصفحات المجهولة أو الصفحات المغيبة عمدا، خاصة منها الصفحات الناجدة المشرقة الممتدة نحو الأصالة الجزائرية ونحو الامتداد الحقيقي للجزائريين. استشهاد أو إعدام الشهيد العقيد القائد محمد شعباني عام 1964 في 3 سبتمبر من بين أهم الصفحات المغيبة عمدا سواء على المشهد الثقافي أو التاريخي أو التعليمي أو على المشهد الرسمي بالاحتفالات الرسمية أو حتى أيضا فيما يخص كما يقول كما ممكن أن نسميها الجهوية النقيطة التي استشارت أخيرا الجزائر في السنين الأخيرة، حيث أصبح يركز تركيزا كبيرا على مناطق معينة يمجد تاريخها ويكرم صانع تاريخها حقا، سواء كانوا صانعين حقيقيين لذلك التاريخ أو مزيفين. في مقابل هناك مناطق جزائرية أيضا لها نفس الحقوق ونفس الواجبات يهمل تاريخها ويغطى مكارم وتغطى مكارم أبنائها. من بين العناوين كذلك التي رأيناها وقرأناها في عدة صحف منها الحياة والنصر هي قضية التقرير الأمريكي الذي يقر بأن الجيش الوطني أوقف زحف داعش إلى الجزائر، لكن الحياة اختارت عنوانا آخر، الجيش الوطني يقهر داعش. هل اختيار الكلمات لها معنى، واختيار هذا العنوان بالبندي العريض له معنى في جريدة الحياة جريدتي الحياة والنصر أستاذ عبد الغني؟ العنوان الذي اختارت يومية الحياة يومية النصر يبدو في ظاهرها أنه عنوان يعني فيه بعض المبالغة أو فيه بعض محاولة صناعة السبق أو صناعة الصدمة الإخبارية، ولكنه في محتوى عامة أثبتت الجيش الجزائري وهو محل إجماع على مستوى الوطني سواء من المعارضة أو من السلطة أن الجيش الجزائري استطاع بتضحية كبيرة من أبنائه ومن الشعب الجزائري أيضا تفكيك المجموعات أو الكتائب الأولى لداعش وحتى القاعدة والتنظيمات الأخرى، طبعا بنفقات كما ذكرت عدة صحف، نفقات ومن ميزانية كبيرة جدا، ولكنها المحصلة الجزائر تقع في منطقة منغمة، منطقة تتناهشها المجموعات الإرهابية أو المخابرات الدولية، والجزائر أصبحت كما قلت بفضل التضحيات بفضل الميزانية الضخمة المرصودة للأمن والجيش استطاعت حماية الجزائر من أخطبوط داعش ومن وراء داعش. أستاذ عبد الغني، حدث آخر هو تهاوي أسعار الأضاحي، جريدة البلاد جعلت منه عنوانه العريض، هل هذا خبر مفرح ولا على أرض الواقع الأثمان الخرفان في الجزائر هي أعلى من ذلك، لأن بلاد تقول وصلت إلى حدود 20,000 دينار جزائري بسبب كثرة العرض؟ من المضحكات المبكيات أن الحديث عن تهاوي الأسعار وكثرة العرض يأتي في وقت تقشف وفي وقت انخفاض أسعار الدينار، مما يؤشر أن الأسباب ليست كما ذكرها الزملاء في يومية البلاد، وإنما راجع إلى انخفاض القدرة الشرائية، تهاوي مداخيل الجزائريين بفعل كما قلت تدني قيمة الدينار في الفترة الأخيرة المتواصل هذه الأيام. أما وأيضا تمسك أو نجاح مجموعة من أباطرة التجارة وأباطرة المتمكنين في تجارة المواشي وتجارة كباش العيد من تحديد أسعار معينة على ما لاحظت وشاهدت أنها تفوق 50
ألف دينار، أي ضعف ما ذكره، أكثر من ضعف ما ذكره الإخوة في يومية البلاد. ومن شاهد ليس كمن سمع. قضية الاحتيال وكالة سياحية على 47 حاج جزائري لها واقع وأثر على القارئ الجزائري، شفناها في الحوار وفي الخبر وفي عدة جرائد ناطقة بالعربية، لكن الحوار جعل منها عنوانها الرئيس بوادر فشل حج الكرامة. السعودية تعلن تكفلها بهم وديوان الحج خارج الخدمة. فضيحة أخرى تضاف إلى الفضائح، سلسلة الفضائح لديوان الحج في الجزائر. لماذا كل هذه الفضائح لا تخرج وزير شؤون الدينية للحديث عن هذا الموضوع؟ كيفاش وكالة سياحية تعطي فيزات تأشيرات مزورة لحجاجنا حتى أصبح هذا العنوان وهذه الفضيحة متداولة الآن في الإعلام العربي؟ أخي عبد الغني، حقيقة في الجزائر منظومة الفساد كما يعلم الكثيرون في الإدارة الجزائرية متشعبة وتمس جميع الوزارات والهيئات بدون استثناء، بما فيها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. وليست هذه أول فضيحة، سبقتها عديد الفضائح، لعل أشهر قضية متاجرة بعض أبناء المسؤولين ومنهم ابن أحد الوزراء الشؤون الدينية السابقين في جوازات الحج. فالحديث عن 47 حاج جزائري بقدر ما هو مؤلم وبقدر ما هو مؤسف مشوه لسلطه الجزائر ينم عن حقيقه استشراء ظاهره الفساد والكسب السريع الغير قانوني وغير اخلاقي على حساب الجزائريين في مختلف كما قلت الوزارات والقطاعات، ووزاره الاوقاف والشؤون الدينيه ليست بدعا في ذلك. شكرا عبد الغني. الجرائد الناطقة بالفرنسية اهتمت كثيرا بخرجة رئيس الحكومة الأخيرة في سعيدة، لوريزون، ليبرتي، لسوار دالجيري، كلهم تحدثوا على نشاط رئيس الحكومة وقالوا باللي ستان باري امبوسيبل، هذا مخطط صعب جدا على رئيس الحكومة وعلى حكومته. ورئيس الحكومة في لوريزون يصرح ريوسير نوتر ميو ايكونوميك فيتال، النجاح في اقتصادنا المستقبلي مهم جدا بالنسبه للجزائر. هل هذه العناوين هل تعبر عن اراده جديده للحكومه الجزائريه ام انها تعبر عن اخفاقها، خاصه بعدما سمعنا خرجت رئيس الحكومة خاصة في ليبرتي يقول باللي لو سو مينيموم دو 100 مليار دو دولار، المينيموم أدنى حد لاحتياطي الصرف في الجزائر سوف يكون 100 مليار دولار، وهذا ينافي لكل التوقعات الاقتصادية للخبراء العالميين والجزائريين. أستاذ عبد الغني، الحقيقة تصريحات السنة الأخيرة سبقتها أيضا تصريحات معاكسة لها منه شخصيا في عدة مناسبات بأن الجزائر على وشك الإفلاس وأن الأمر المالي أو المستقبل المالي للجزائر في مهب الرياح بفعل تردي وتراجع أسعار المخلوقات وبالتالي تراجع مداخيل الجزائر التي تحتمل 95% منها على وارداتها. قلت أنها متضاربة معه ومع تصريحات وزراء المالية أيضا ما خالف منذ أشهر قليلة. ربما تصريحاته الأخيرة التي يطالب فيها بعدم اليأس، عدم القنوط، وعدم بث روح اليأس بين المواطنين، المراد منها تهدئة الجبهة الاجتماعية التي هي على هي منفجرة وعلى شكل توسع في جارتها مع الدخول الاجتماعي القادم، وأيضا ربما طمأنت رجال الأعمال الجزائريين بأن المستقبل ممكن أن تداركه. ولكن يظهر ان ما عجزت عنه نفس السلطه، نفس المسؤولين، نفس الخبراء طوال اكثر ربما من 20 سنه لم يستطيعوا تحقيقه في ظرف عامين او ثلاثه. فالوضع استشراف خبراء المحروقات في احسن تجليته لم يرفع المحروقات فوق 65 دينار في السنتين الثلاثه القادمه، وهو ما يؤشر ان اموال الجزائريين الموجعه في صندوق وفي ايرادات في صندوق احتياطي العمله الصعبه في طريق التلاشي والزوال.
أستاذ عبد الغني، صورة الوزيرة بن غبريط نجدها في الصور الدالجيري في البلاد في آخر ساعة في الحياة، تقريبا 60-70% من الليون تاع الجرائد الجزائرية تكلمت عن الوزيرة بن غبريط. هل صحيح أن كما صرحت به الوزيرة أن قطاع التربية غير معني بسياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة، وأن التقاعد النسبي لا يعني الأساتذة وقطاع الوزيرة بن غبريط؟ مع دخول المدرسي الذي سيكون غدا إن شاء الله، مؤشرات كثيرة وكثيرة جدا تدل أنه سيكون دخولا ساخنا بعد تهديدات نقابات التعليمية مؤخرا بالدخول في إضرابات مفتوحة إن لم تتراجع الدولة عن إلغاء التقاعد النسبي. أما تصريحات الوزيرة المتفائلة بأن قطاعها غير معني بهذه التهديدات أو الارتباكات التي تحدث وقد تحدث في قطاعات أخرى، هذا بعيد كثيرا عن الواقع، بعيد كثيرا عن الواقع، إذ أن وزارتها فتحت ملفات عديدة في وقت واحد، ملف تغيير المنظومة التربوية وتغيير مثل ما أسمته بالجيل الثاني من المنظومة التربوية، وهو ما رفضته قطاعات واسعة من النقابة الطلابية وأهل التربية وأولياء التلاميذ الذين رأوا فيه بعض أو مدخلا للتغريب ومسخ الهوية الوطنية. أيضا كما سبق وأن أشرت قضية التقاعد النسبي التي استزلها القطاع اهتزازا وهددت النقابات بشل القطاع قريبا، فصرحت الوزيرة بما صرحت به أن قطاعها غير معني بذلك، وهو ما يخالف تصريحات الوزير السلاني ووزير المالية بأن كل قطاعات شاملة وما المناصب أو ما العمل الشاق الذي سيحدده المجلس الشعبي الوطني، المناصب القليلة التي سيحدد المجلس الوطني المجلس الشعبي الوطني في الأيام القليلة القادمة في كل الأحوال لن تعني قطاع التربية. عبد الغني، أنهي بهذا السؤال من فضلك إذا سمحت، حبذا لو تشرح لي هذا العنوان في جريدة الحياة، عنوان أصغر ثنائي لكنه في الأعلى للوزير جرين: نصوص دفتر الشروط ستؤطر القنوات الخاصة للتعبير عن احترافيتها. أنا والله صراحة لم أفهم هذا التصريح، حبذا لو تشرحوا لي خالص. نصوص دفتر الشروط ستؤطر القنوات الخاصة للتعبير عن احترافيتها، ما دخل الاحترافية تاع القنوات في دفتر الشروط؟ من الغرابة الجمع بين احترافية ودفتر الشروط، ودفتر الشروط نفسه الذي أفرجت عنه سلطة الضبط وزارة الاتصال مؤخرا ينافي التصريح على طول الخط، إذ كيف بدفتر الشروط يرسم خريطة مستقبلية للإعلام الجزائري على المقاس خاصة منه في السمع البصري، ويضع خطوط حمراء كثير على كل راغب في فتح قناة إذاعية أو تلفزيونية. ألا تظن عبد الغني أن هذه الشروط هي استقصائية؟ لأن تقصي الكثير من القنوات الموجودة في الجزائر، لازم تحط 10 ملاير باش تدخل وثلاث ملاير باش يعطيوك لاغريمون، ألا تظن باللي هذه الشروط تعجيزية بالنسبة لعشرات القنوات الموجودة في الجزائر؟ قد تكون تعزيزية على الصحفيين أو أهل المهنة، ولكنها وهو يبدو أنها وضعت على المقاس كما قلت، ليست بصعبة على رجال الأعمال وعلى بعض السياسيين الذين ظهروا مؤخرا في الفترة الأخيرة واستحوذوا على الساحة السياسية الساحة النيابية، ويبدو أنهم سيستحوذون أيضا على الساحة الإعلامية الثقيلة، وأقصد بها السمعي القطاع السمعي البصري. عبد الغني بلقيروس، كاتب وصحفي، كنت معنا من الجزائر، أشكرك جزيل الشكر. أعزائي المشاهدين، أذهب بكم إلى تونس ومراسلنا غفران حسيني وأهم ما جاء في الجرائد التونسية. أهلا بك غفران. اهلا زميلي عبد الغني، احييك واحيي كافه الساده المتابعين. نسال جوابنا في الصحافه التونسيه الصادره اليوم بالوضع في القصرين من خلال ما تطرقت اليه صحيفه الشروق تحت عنوان غليان في القصرين.
تابعت الصحيفة حالة الغضب الشعبي والجماهيري التي عمت جهة القصرين بعد الأحداث الأليمة شهدتها المنطقة وحادث مرور أودى بحياة 16 شخصا وإصابة أكثر من 80 آخرين. ويأتي هذا الاحتجاج الشعبي والغضب من فقدان أي قدرة لمستشفى الجهة على تحمل المصابين والذين تم نقلهم إلى ولايات أخرى من قريبة من جهة القصرين. وقد عاشت المنطقة عددا من المظاهرات الشعبية التي تطالب بالتنمية وتطالب بتطوير القدرة الصحية للولاية، خاصة وأن الأحداث الأخيرة التي عرفتها من عمليات إرهابية في السنة الفارطة والحادث المروري الذي أودى بحياة 16 وإصابة أكثر من 80 كشفت ضعف القدرة التي يتحملها المستشفى في إيواء المصابين. وعدد من المواطنين كانوا قد ذكروا أنه لو لا قدر الله لو صارت مصيبة أخرى ماذا كان يمكن أن يحصل. في عنوان آخر كذلك من الشروق، إحباط مخطط اغتيال جنرال في الشرطة وإلقاء القبض على منقبتين. وكشفت الأبحاث على وجود مخطط لاغتيال قيادي في الشرطة برتبة جنرال. وتقول الصحيفة أن منقبتين كانتا يصوران منزل الجنرال، وعندما تم إلقاء القبض على إحداهن كشفت في تصريحاتها لقوات الأمن أن هناك مخططا لتصفية جنرال الأمن بجهة نابل وقطع رأسه، حسب ما نقلت صحيفة شروق. نتحول الآن زميلي عبد الغني إلى صحيفة الصباح والتي اهتمت بوضع التعليم العالي في تونس تحت عنوان الجامعة التونسية المفقرة. كتبت الصحيفة أنه بعد 5 سنوات من الحديث عن ضرورة إصلاح التعليم العالي في تونس والجامعات، لا زالت الجامعة التونسية تعاني عددا من المشاكل الكبرى، أولها هجرة الأدمغة وهجرة الأساتذة الجامعيين إلى جامعة الخليج، حيث كشف حميد بن عبد عزيز رئيس جامعة تونس أن قرابة 400 أستاذ تعليم عالي في تونس خرجوا من الجامعة التونسية وهاجروا إلى الخليج نتيجة فقر الجامعة التونسية وعدم قدرتها على تلبية الحاجيات المادية وتأطير الطلبة وكذلك دعم الأساتذة في بحوثهم وفي تأطيرهم لطلبتهم. وكشف كذلك حميد بن عزيز رئيس جمعية تونس أن القانون التونسي لا يسمح للأساتذة بأن يزاولوا تعليما في الجامعات الخاصة، إلا أن ذلك أصبح من باب المستحيلات، خاصة وأن أساتذة التعليم العالي في تونس يراوحون بين التدريس في الجامعات العمومية والتدريس في التعليم الخاص نظرا لضعف الأجر وعدم قدرة الجامعات العمومية على تلبية حاجيات الأساتذة والطلبة، وهذا ما أدى إلى ضعف تأطير وعدم إتمام الباحثين لأطروحاتهم في الدكتوراه والماجستير. ختاما صحيفة الصريح تابعت عملية إلقاء القبض على تجار كوكايين بجهة أريانا تحت عنوان إمبراطورية الكوكايين يتزعمها أجنبي من ليبيا. كشفت الأبحاث التي قامت بها فرقة الأمن بجهة أريانا الشمالية على وجود عصابة تتاجر في الكوكايين تتكون من أجنبيين وبعض العناصر الأخرى تونسية ويتزعمها ليبي. وقد قامت وحدات الأمن بإلقاء القبض على هؤلاء الذين صرحوا لقوات الأمن واعترفوا بوجود كميات من الكوكايين يقع ترويجها بجهة أريانا. وكشفت الأبحاث على أن زعيم هذه العصابة التي تتزعم ترويج الكوكايين بتونس العاصمة وبعض الولايات الأخرى ليبي الجنسية يقوم بترويج هذه المادة الخطيرة تهريبا بإدخالها إلى تونس بطريقة فيها كثير من الشبهات، وهو ما جعل قوات الأمن تلقي على القبض على هؤلاء وفتح تحقيق في الغرض. هذا زميلي عبد الغني تقريبا أبرز تناولات الصحف التونسية التي صدرت هذا اليوم. شكرا لك غفران. نذهب إلى زميلي نبيل عبد اللوي. معذرة أعزائي المشاهدين، فقدنا نبيل عبد اللوي. أترككم مع الرسوم الكاريكاتورية في أمان الله، أبقى على خير.